مرشحون مع علي فرحان. أكبر خطر وأعظم تهديد واجهته أحزاب السلطة ومن لف لفهم، الأمل، بذرتها التي زرعتها تشرين في نفوس جميع العراقيين الذين طالبوا ولا زالوا بالتغيير عبر المشاركة في الانتخابات. أحزاب السلطة بعد أن شعرت بالخطر عمدت حينها إلى ممارسة العنف والخطف والاغتيال، أظهرت عمدا ضعف الدولة وهوانها أمام السلاح الموازي لتعيد اليأس إلى النفوس ولتبقي العملية الانتخابية حكرا عليها وعلى أتباعها، كما حدث في 18 وإلى حد كبير للأسف نجحت في مبتغاها. الآن نرحب وإياكم بضيفة حلقتنا لهذا اليوم المرشحة عن تحالف عزم، السيدة أشواق العبيدي، نتعرف عليها أكثر كما سيعرض الآن على الشاشة. مباشرة تنضم معنا في حلقتنا لهذا اليوم برنامج مرشحون المرشح عن تحالف عزم السيدة أشواق العبيدي، كما تابعنا سيرة مختصرة عن السيدة أشواق قبل قليل. الآن نناقش برنامجها الانتخابي وأبرز خطواتها في المرحلة المقبلة. رحب بك في برنامج مرشحون سيدة أشواق، أتمنى لك الموفقية بداية، وأسألك سؤال الحلقة العام، ما الذي دفع السيدة أشواق العبيدي إلى خطوة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة؟ حياك الله استاذ علي وحيا جمهور الفلوجة. اللي دفعنا للترشيح طبعا ما تعاني اهلنا وناسنا وجمهورنا وشعبنا بصوره عامه من الوضع السيء اللي بالبلاد، خاصه بعد مظاهرات تشرين. اليوم المرحلة الجديدة مرحلة الانتخابات مرحلة شبابية، لأن الانتخابات اليوم هي أفرزتها تشرين. فاليوم الشباب العاطلين عن العمل اللي بكميات أصبحت مخيفة بصراحة، بطالة منتشرة، شباب محبط واصل إلى مرحلة الإحباط. اليوم إحنا نخاف اليوم على شبابنا وعلى أولادنا، لأن أنا كأم اليوم أم الأولاد، أنا من ربيت أولادي ووصلتهم إلى هذه المراحل المتقدمة بالدراسة. اليوم ما أريد أباوع على ابني أنه قاعد بالبيت عاطل بدون عمل، رح ينجرف إلى غير أمور أنا ما أتمناها لأي شاب، لا ابني ولا كل الشباب. اليوم المرأة وموضوع المرأة وموضوع تهميشها بصراحة ما إلها دور، الأرامل والمطلقات اللي كل دور ما إلهن وكل استحقاق اليوم ما أخذن بالمجتمع العراقي، هاي المعاناة اليوم كليتها دفعتني إلى الترشيح من أجل إعلاء صوت الحق، إعلاء صوت الشباب، إعلاء صوت المرأة، إعلاء صوت كل العراقيين. طيب راح نجي ونناقش البرنامج الانتخابي بتفاصيله، ولكن قبلها أرد أسألك عن وضع ديالك كيف هو؟ ديالة وضعها بالنسبة للوضع العام يعني وضع شبيه بوضع كل العراق ما يختلف عنه، يعني كوضع أمني الحمد لله مو مثل السابق، وضع مختلف الآن. ومن ناحية الخدمات لا، موضوع الخدمات بديالة مناطقي، اليوم مناطق الخدمات بيها جيدة، مناطق الخدمات بيها شبه معدومة. وشنو سبب هذا التمييز في الخدمات بما أنه تتحدثين عن الخدمات في ديالة هي مناطقية، مناطق دون أخرى، شنو سبب هذا التمييز؟ هذا
هذا التمييز أنا أقول بسبب النواب التابعين لكل منطقة، لأن اليوم المنطقة اللي يمثلها نائب المفروض هو اللي يخدمها بكل المجالات بكل النواحي. إذا الخلل أقول بالنائب اللي يمثل هذه المنطقة. طيب شلون تقيمين التمثيل البرلماني في الدورة الحالية والدورات السابقة لمحافظة ديالى؟ بالدورات السابقة التمثيل كان تقريبا تمثيل متساوي، لكن بقى محصور على فئات معينة بالنسبة لديالى. صار من بدت الانتخابات او من بدا البرلمان وتاسست الحكومه لحد الان، خلينا نقول موضوع وكانه عوائل اختصت بهذا الموضوع، فقط احنا اسماء معينه، لا تغيير في ديالى. 2018 كان التغيير بكل المحافظات خلينا نقول تقريبا 80% ما عدا ديالى. ديالى كان التغيير بها جدا قليل، يعني احنا يمكن عندنا نواب اثنين فقط هم مجدد، لكن البقيه هم كلهم نواب سابقين. هذا انا اقول في رايي انه هذا الموضوع هو المؤثر، لكن الانتخابات القادمه اتوقع ان شاء الله بهمه الشباب، لان هذه الانتخابات شبابيه مثل ما قلت، بهمه الشباب راح نغير ان شاء الله. شنو اللي راح يتغير؟ بما انه تحدثين عدد النواب الجدد في الدوره الحاليه وصل الى نائبين فقط، ما تعتقدين أنه هذا الأمر ربما سيعاد مرة أخرى في هذه الانتخابات على أقل تقدير؟ لا إن شاء الله ما ينعاد. قلت لك لأن اعتمادنا هاي المرة على الشباب واعتمادنا على وعي جمهورنا. جمهورنا هذه المرة واعي، ما ممكن راح ينخدع مثل السابق. الخدمات اللي قامت تقدم هسه بالوقت الحاضر في هذه الشهرين الأخيرة بالانتخابات، هاي ما راح تأثر على عقلية الناخب اللي أصبح عنده وعي كلش عالي اليوم أنه هذه الخدمات هي استحقاقها للدولة العراقية. اليوم ما متفضل عليه النائب بالتبليغ ولا بالمحولة ولا بإسالة المي، هذا حق من حقوق المواطن على الدولة. فاليوم من دي يجي يقدم له هذه الخدمة النائب مقابل صوته، اليوم ناخبنا ما راح ينخدع بها مرة ثانية لأن هذا استحقاقه. لكن هو في باله اليوم خلي ينفذ المرشح الجاي أو النائب اللي دا يقدم، لكن هو يعرف من ينتخب وحاط في باله اليوم التغيير. طيب سيد أشواق، وضع محافظة ديالى للأسف الشديد طبعا على مر السنوات نتحدث، هو مو وضع طارئ ولا جديد، على مر السنوات مشاكل ديالى مزمنة، نتحدث عن ماء، كهرباء، كل الخدمات، مراكز صحية، مدارس، مستشفيات وما شابه ذلك. ما تشوفين أكو صعوبة اليوم بإقناع الناخب في محافظة ديالى بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في ظل المأساة اللي عيشه؟ صح، الناخب كان محبط. احنا عملنا اليوم ما اجى اليوم انه الانتخابات صار لنا شهر انه اليوم بدنا نوعي ناخبينا او شهرين، موضوعنا احنا صار اني بالنسبه لي موضوعي صار سنه تقريبا، اني من شهر الواحد اني اعمل على موضوع الانتخابات على موضوع توعيه الناخب. توعيه الناخب بانه اليوم هذه السنين اللي مرت وما تحقق لك اي شيء، اليوم مناطق عندنا بالكامل ما تمتلك ابسط مقومات الحياه الكريمه بالنسبه لنا. العراقي يستحق حياه افضل، العراقي اليوم افضل للعراق، العراق البلد الغني يستحق ان يعيش افضل حياه. فاليوم احنا احكي لك انه انا اذا بشهر الواحد او الثاني كنت الاقي صعوبه انه الناس عازفه عن الانتخابات. طيب. ما تقبل تتوجهنا الانتخاب لانه تقول لك نفس راح ينعادون نفسهم، لكن اليوم اقنعنا الناخب مالتنا انه اليوم التغيير بايده، هو اللي راح يغير لمستقبل 4 سنوات قادمه من خلال عدم الاعتماد على اللي راح يقدموه هي بالشهرين الاخيره، لان النائب اللي ما قدم لك الفتره والدوره الانتخابيه هي 4 سنوات، ال3 سنوات اللي ما قدم لك بها اي خدمه، في السنه الرابعه هذا التقديم هو له مكاسب شخصية وليس مكاسب منفعة عامة. اليوم طيب. ال3 سنين ما انتبه ولا وعى للناخب ماله ولا اتجه إلى ولا قدم له أي شيء. بالسنة الرابعة، إذا بالسنة الرابعة هي مو لل. طيب هذا على مستوى الناخب، على مستوى العملية الانتخابية بصورة عامة، التنافس الانتخابي بمحافظة ديالى شلونه؟ والله صعب. شنو الصعوبة اللي بيه؟ اللي صعوبة اللي بيه أولا قسم من الأحزاب معتمدة على المال السياسي ومجيرة كل دوائر الدولة إلها، اليوم كل الخدمات مجيرة لفلان حزب،
تقدمه للجمهور والناس، صح الجمهور واعي، لكن اكو مو كل، احنا ما نقول 100% اليوم ما ينجرف ورا هاي المواضيع، انه اليوم تتقدم له خدمه، هو صار له 17 سنه يمشي بشارع طين، هو وابنائه اليوم يجي يتبلط للشارع، اكيد هاي مغريات. فاليوم هذه كلها محصوره بيد حزب او حزبين معينين، لكن البقيه معتمدين احنا اليوم على وطنيه ناخبنا اليوم، ان نخاطب العراقي اليوم بعراقيته وبنخوته، انه اليوم غير من اجل مستقبلك، غير من اجل اولادك. فالمعادله صعبه، المقابلنا دا يقدم خدمات، لكن احنا اليوم دا نقدم وعود للمواطن بانه طيب راح نوفي بها بعد الانتخاب. طيب هذه الممارسات اللي تتحدثين عنها، انتم كمرشحين تواصلتوا مع مفوضيه الانتخابات الجهات المعنيه؟ عندكم أدلة على هذا الكلام أيضا؟ تم أمام أعينكم، وصلكم فيديو شكاوى مواطنين ما شابه ذلك بأنه هذه الجهة السياسية دون تلك تستخدم المال العام، تستخدم السلطات، الأدوات اللي تمتلكها على أقل تقدير أيضا؟ والله أنا تواصلت بالنسبة لي مع مفوض الأمم المتحدة وعرضت هذا الموضوع. طيب وشنو كان ردهم؟ قدام المال العام ردهم كان يعني اكو اتصالات انه اليوم شنو الاثبات، وايضا على موضوع التهديدات بالنسبه ان كناخبين كمرشحين اليوم من قسم من المرشحين التابعين لهذه الاحزاب المسنوده. فلحد الان احنا ما شفنا اي اجراء. تعرضتي لتهديد سيد اشواق؟ نعم. شنو نوع هذا التهديد؟ شنو مضمونه؟ مضمونه اليوم انسحبي، والا اذا بقيتي الى نهايه الانتخابات فانت اما ان تقتلين واما ان واحد من ابنائك هددوا. عرفت الجهه اللي تقف خلف هذا التهديد؟ نعم. طيب وشنو الخطوه اللي اتخذتيها؟ مصره ما زلت على الانتخاب وما انسحب. ما تخافين على حياتك، اطفالك مثلا؟ اللي يكتبه الله يصير. واني اليوم صاحبة مشروع. اليوم أنا من دخلت هذه العملية أنا أعرف بها تهديد، واليوم من دخلت أنا أعرف بها رح يصير كل أنواع الضغوط علي. هذا كله أنا حاطته بحساباتي وفي بالي. فاليوم ما أنسحب اليوم، لأن أنا دا أمثل فئة معينة أو دا أمثل طبقات وشرائح متعددة من المجتمع العراقي ضمن الدائرة الثالثة. طيب. اللي هي الخاصة. فأنا اليوم أبد ما مستعدة للانسحاب ولا أنسحب. أتمنى لك السلامة سيدة أشواق. سولفينا شوية سيدة أشواق عن برنامجك الانتخابي. أنا كمواطن هسه ابن ديالة، ابن الدائرة الخاصة، شلون تقنعيني ببرنامجك الانتخابي؟ شنو المختلف فيه عن البرامج اللي مطروحة والتي طرحت فيما مضى؟ برنامج الانتخابي اليوم أنا أول اعتماد قلته بالنسبة لي أو من ضمن أول فقرات البرنامج الانتخابي اعتمادي على الشباب. اليوم الشباب القاعدة أساسية بناء مجتمع صحيح. اليوم متى ما كان الشاب قادر على الإنجاز، اليوم متى ما كان الشاب وفرت له حياة كريمة، وفرت له مستقبل، اليوم ممكن أن يبدع، ممكن أن يقدم للمستقبل. أنا اليوم موضوعي أنه الشباب اليوم، أنا ما أعد كل الشباب اليوم بالتعيين، هاي مستحيل أنه اليوم راح نوعدهم أنه خلال الأربع سنوات راح نعين كل الشباب، لا. اليوم ممكن نسند الشباب من خلال المشاريع الأخرى، اليوم من خلال دعم القطاع الخاص، اليوم من خلال مشاريعنا المعطلة ومعاملنا اللي توقفت عن العمل، وهواية معامل في ديالة توقفت عن العمل، هاي إذا عدناها. اليوم من خلال التأكيد على الزراعة، اليوم الزراعة بديالة خصوصاً وبالعراق بشكل عام، اليوم الزراعة خلينا نقول مهملة، اليوم الفلاح يعاني ما يعاني، اليوم الفلاح يعاني من الفقر، بعد ما كان الفلاح ترى من طبقات المجتمع نقول الثرية بالمجتمع العراقي سابقا، يعني الفلاح كان زراعته يزرع يبيع بأغلى الأثمان، اليوم يبيع الحنطة بسعر ومن يجي يزرعها يشتريها بسعر أعلى من عنده. اليوم الفلاحين مطلوبين، كلهم تلقيهم مطلوبين، لكن اليوم الفلاح ما يقدر يتنازل عن أرضه، باقي يزرع يعني يقول لك أنا هذا هاي مهنتي. اليوم من خلال أنا برنامجي من خلال دعم القطاع الزراعي، دعمه
دعمه بموضوع الإسنادة في موضوع البذور، دعم من الدولة اليوم موضوع تقديم للأسمدة، تقديم للمبيدات من خلال تقديمها من الدولة بأسعار مدعومة من أجل دعم الفلاح اليوم من خلال منع الاستيراد من الخارج. اليوم ممكن أنه ما نستورد من الخارج لأنه إحنا بلد زراعي، ليش بدنا نستورد؟ اليوم من خلال دعم المرأة اليوم الشيخ خميس الخنجر من زار ديالة خلال مؤتمر ديالة دعم 5000 امرأة بمشاريع بسيطة. اليوم هاي المشاريع بدينا بتنفيذها. أنا اليوم يعني مو أمتلك وإنما قدمت اليوم 12 معمل خياطة لكافة الدائرة اللي أنا بيها دا تعمل بيها مجموعة كبيرة من النساء. هذه النساء اليوم أصبحت يدخل لها دخل بعد ما كانت نهائي ما عندها أي دخل يدخل. اليوم أصبح لها كيان ولها قيمة دا تحس خلال أسرتها وعائلتها لأن اليوم هي متمكنة. هذا اللي ممكن ندعمه وإن شاء الله تكون في حال وصولنا إلى قبة البرلمان دعمنا قرارات مصيرية تخص أهلنا وناسنا، قرارات نصوت عليها بحق وبعدالة إن شاء الله. والله طرحتي سؤال مهم قبل لا أختم، أريد أسمع إجابة هذا السؤال منك اللي هو إحنا بلد زراعي ليش نستورد، وإحنا بلد صناعي ليش ما عندنا أي شيء يتعلق بالصناعة؟ من خلال وجهة نظرك يعني شنو السبب؟ السبب إهمال اليوم، إهمال الزراعة مثل ما قلت لك. اليوم الفلاح يعني أنا أحكي لك مثلا على فلاحنا بمنطقة العظيم، تعرف اليوم الفلح بمنطقة العظيم كلهم مطلوبين، كل واحد يعني توصل أكو قسم من الفلح مطلوب واصل للمليار، مليار هو مطلوب وما زال يزرع. ليش اليوم يشتري الحنطة ب 750 من يجي يزرع يبيعها بالتسويق ب 450؟ هذا فد فرق. اثنين هو صرف عليها مبيدات، صرف عليها أسمدة، صرف عليها ما أخذتها الدولة بسعر مدعوم دعمت الفلاح بها. حتى من باعها بالسوق السوداء ما باعها أيضا بسعر عالي. أيضا بالضبط نفس الحالة أخذوها من عند التجار أيضا بأسعار قليلة. اليوم هاي خسارة. المياه هاي السنة اللي فاتت موضوع المياه اللي عانت منه ديالة اليوم المياه بيها كانت هذا الموسم جدا شحيحة، بحيث بادرنا من خلال مبادرة الشيخ خميس بحفر الآبار الارتوازية العديد من المناطق اللي أصبحت هذه المناطق المي معدوم بها. الصناعة أيضا نفس الشيء، المعامل ديالة تمتلك الكثير من المعامل، معمل المعجون، معمل الشربت، معمل شركة الموفق اللي كانت هاي من الشركات اللي تصدر الشكلات الزراعية وكافة الأنواع، عندك بقية المعامل القطن. طيب ما تعتقدين أكو إرادة أكبر؟ ما تعتقدين أكو إرادة أكبر من قدرة أو من إرادة مجلس النواب العراقي لإيقاف مثل هكذا أمور؟ اللي هو إعادة الزراعة، الاهتمام بالقطاع الزراعي، نتحدث على المستوى الرقابي التشريعي وعلى المستوى التنفيذي بنفس الوقت. والله شيء أكيد هو أكو ما أعرف يعني بعدني ما دخلت داخل البرلمان حتى أعرف الضغوط اللي تمارس على البرلمان، هذا أعذرني. صعبة كلش. الله يعينك سيدة أشواق، المرشحة عن عزم أشواق العبيدي، أتمنى لك السلامة، أتمنى لك الموفقية وسعيدين بالضمام. أشواق العبيدي محافظة ديالة وليس محافظة نينوى، أشواق العبيدي محافظة ديالة دائرة ثانية. صححناها طبعا سيدة أشواق، وشرفنا بحضرتك، نتمنى لك السلامة والموفقية بمسيرتك. شكرا لحضرتك. الآن نرحب وإياكم بضيف حلقتنا في الجزء الثاني، المرشح الثاني عن تحالف عزم، السيد محمود القيسي، راح نتعرف عليه أكثر كما سيعرض على الشاشة الآن.
بصوت وصورة ينضم ويانا المرشح عن تحالف عزم السيد محمود القيسي. حياك الله، مرحبا بك ومساء الخير على حضرتك سيد محمود. خلينا نبدأ معك بسؤالنا العام. حضرتك مدير عام في وزارة التربية وهذا منصب مو قليل، شنو اللي دفعك لخطوة الترشح؟ حياك الله أستاذ، وهلا ومرحبا بك وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الكرام. حياك، أهلا وسهلا بكم جميعا. بدءا قبل الإجابة على سؤال حضرتك، نعم أنا مدير عام في وزارة التربية، مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي، مرشح على دائرة رقم 13 في بغداد اللي تضم قضاء أبو غريب الكبير والغزالية والعدل والبكرية والهياكل ولكل هذه المناطق لها خصوصية. اليوم قضاء أبو غريب قضاء متنامي الأطراف، يعتبر ثاني أكبر قضاء في بغداد من حيث السكان، وأكبر قضاء من حيث الرقعة الجغرافية. هذا القضاء أنا سأعطيك آسف ملخص على الدائرة مالتي، ومن ثم سأجيبك على سؤال جنابك. هذا القضاء أخي العزيز، هذا القضاء متنامي الأطراف، كبير جدا، البنى التحتية فيه سيئة جدا، الشباب حقيقة متعبين، لا يوجد فيه أي خدمة، الخدمات العامة والخدمات اللي هي يعني أبسط مقومات الحياة هي غير موجودة في هذا القضاء. هذا القضاء فيه أكثر من 100 معمل ومصنع معطل بالكامل إلا ما شاء الله. هذا القضاء فيه يعتبر من أكبر الأقضية في بغداد من حيث إنتاج الحنطة والشعير والمحاصيل الزراعية بصورة عامة. هذا القضاء فيه الكثير من العلماء والكثير من المثقفين. هذا القضاء قدم إلى بناء الدولة الكثير من العلماء والكثير من الأكاديميين والمهنيين، ولكن حقيقة يعامل مع هذا القضاء بقسوة مع مواطنيه. شنو السبب التعامل القاسي مع هذا القضاء؟ نعم، 17 سنة ودخلنا بال 18 سنة اليوم. زين. من المفترض أنه 18 سنة كفيلة أنه يقدم أفضل ما يكون لهذا القضاء ولغيره. سأتكلم أنا من البصرة إلى آخر نقطة في إقليم كردستان. من المفترض اليوم 18 سنة يقدم خدمات جيدة وتقدم مشاريع وتقدم قوانين تشرع في مجلس النواب إلى هذا القضاء وإلى غيره، ولكن حقيقة هذا الإخفاق اللي موجود هو إخفاق ليس في قضاء أبو غريب بالتحديد، وإنما في عموم العراق. فهذه القساوة اليوم موجودة في هذا القضاء حقيقة، ونحن نلمسها أثناء تجوانا. لذلك أخي العزيز، أنه أكو فجوة كبيرة ما بين أبناء هذا القضاء وأبناء هذه الدائرة مع العملية السياسية. أما إذا رجعنا إلى الغزالية، فالغزالية لها همومة كذلك. الغزالية من 2003 إلى اليوم لم تمثل سياسيا في مجلس النواب، يعني ماكو نائب إلها داخل بيت الشعب. الغزالية والعدل هم يمكن ما بيها تمثيل سيد محمود. أصحاب حي العدل هم؟ طبعا أنا أتكلم على حي العدل والبكرية والهياكل، ولكن أريد أفصل بصورة يعني نوعا ما. مو الوقت ضيق، ما نمتلك ذاك الوقت. تفضل باختصار. تمام، إذا راح أتكلم اليوم أني البكرية تعاني أخي العزيز، البكرية تعاني الآن من مشاكل جمة. على سبيل المثال اليوم أهالي البكرية نوعا ما عندهم قلق تجاه القوانين الجديدة اللي صدرت. أكيد أنت إعلامي ومحترف في الإعلام وتتابع الإعلام. اليوم أكو توزيع أراضي في البكرية إلى جهاز مكافحة الإرهاب، ونحن حقيقة مو ضد توزيع هذه الأراضي إلى هذه العوائل الكريمة اللي آبائهم ضحوا من أجل العراق جميعا. ولكن اليوم
حقيقة ينتاب هذه العشائر الكريمة في البكرية، ينتابها شعور بالقلق. ونحن يعني ذهبنا لأكثر من مرة وشكلنا لجان في مجلس النواب، وذهبنا إلى قائد جهاز مكافحة الإرهاب، ويعني إن شاء الله طبعا في طريقة إلى الحل، ولكن هناك مشاكل كبيرة في البكرية، هناك مشاكل كبيرة كذلك في الهياكل. الهياكل سكنت في عام 2001، واحنا في 2021 هذه المنطقة ما بيها أي خدمة، لا فيها مدرسة ولا بيها بنى تحتية ولا فيها تبليط ولا فيها مستوصف ولا بيها. هذه أبسط حقوق الإنسان هي غير موجودة في الهياكل. اليوم المشكلة يعني الدائرة اللي الدائرة اللي مرشح عنها سيد محمود، دائرة إذا نتحدث خدميا أبسط شيء، أو أول شيء نتحدث عن الخدمات، نعم، بهذه الدائرة تكاد تكون معدومة. نعم. بالتالي أنت المسؤولية أمامك اليوم مو، نعم، مو سهلة. يعني شو راح تقدر ترجع الخدمات من خلال شنو؟ شنو الأدوات اللي تمتلكها؟ نعم، اليوم أولاً خلي يعرف عضو مجلس النواب العراقي وشنو واجباته طبعاً، وشنو مهامه داخل أنا سمي بيت الشعب. حقيقة هذه الكلمة تروق لي أكثر، لأن يعني بيت الشعب معناه ممكن أنقل معاناة المواطن إلى هذا البيت. اليوم لازم أعرف أنا كيف أشرع القوانين وكيف أراقب. اليوم أنا من أشرع قانون وأخصص جزء من الموازنة العامة، الموازنة الاتحادية إلى هذه الدائرة، ومن ثم أعطي هذه الموازنة إلى الحكومة التنفيذية، ومن ثم أنا كواجبي كنائب راح أراقب عمل الحكومة التنفيذية. فبالتالي وتحاسب إذا أكو فساد، المشكلة كبيرة في هذه الدائرة، وتحاسب إذا أكو فساد أو أكو تلكك طبعا، وهي هاي الأهم. زين، هاي الخطوات اللي ده تذكرها اللي هو التشريع أكيد، وبعدين المراقبة وبعدين المحاسبة، ما موجودة، نعم، هاي 18 سنة؟ نعم والله يعني ما أعرف، ممكن توجه هذا السؤال إلى أخوان اللي سبقونه. بس اليوم أنت أمامك هذه النتائج، وأكيد التقصي عن الحقائق ممكن يتبعها أي إعلام أو أي شخص. شوف طيب أخ العزيز، اليوم أي شخص في هذه الدائرة أو في عموم العراقيين هو صار سياسي محنك يفهم العملية السياسية بالصورة الصحيحة، ممكن يشخص ممكن يقوم. لذلك اليوم أنا متفائل في المرحلة المقبلة من اختيار الناخب إلى ممثلة السياسي بالشكل الحقيقي وبالشكل الصح اللي ممكن يعول عليه في مستقبل أيامه أنه يغير حاله اللي هو حالياً عايش به، يعني إلى أفضل حال ممكن. سيد محمود، أحيي المستقبل، أحيي إصرارك على نقطة اللي هي حضرتك كنت ب 2014 مرشح وتم استبعادك. يعني أرد أثير هاي النقطة 2018 عفواً، أرد أثير هاي النقطة وأسألك السؤال، نعم، الأهم. الاستبعاد كان سياسي لو فني، نعم، لو شنو تصنفه؟ تمام، هذا سؤال مهم جدا. أنا بال 2018 شاركت في الانتخابات البرلمانية، حصلت على 5269 صوت في بغداد، عندما كانت العاصمة دائرة انتخابية واحدة، وكان حقيقة التنافس صعب وشرس، ودخلنا هذا المعترك وكنا يعني حقيقة في قمة عطائنا إلى جمهورنا وإلى ناسنا، وحصلنا على أرقام أعتقد عجزوا عنها الكثير من السياسيين على حصول نصف هذه الأصوات. والمفوضية الرسمية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت رسميا أنه محمود القيسي فائزا عن محافظة بغداد، وكان التسلسل مالتي ثلاثة، كنت الفائز الثالث بعد ليث الدنيمي وبعد يونس شغاتي، كنت أنا محمود القيسي الفائز الثالث في تحالف بغداد. زين، طبعا صار هناك مشاكل عندنا في العملية السياسية، وعندما قرر مجلس النواب إعادة العد والفرز اليدوي ذهب مقعدي، وخليها بين قوسين، أنا الحالة الوحيدة في عموم العراق، صح، هو خمسة أعتقد، مقعدة من قائمة إلى قائمة أخرى، أها، لقائمة أخرى، أي كيف؟ أي كمل، نعم، قائمة أخرى إلى قائمة أخرى. أي هو صرنا ثلاثة أربعة إحنا، صحيح، إذا سمحت لي، إحنا كنا ثلاثة أربعة، نعم، الأخوان الاثنين هم صار عندهم استبدال داخل القائمة مالتهم، أما أنا المقعد مالتي ذهب إلى قائمة أخرى، وهي حالة حقيقة مستغربة كانت في عموم العملية السياسية.
هو راح للدراجة يمكن؟ اللي كان عليها المفوضية يقول لك أي. محمد صاحب الدراجة أحسنت زيان. وعندنا تكملة لهذا الموضوع لو سمحت لي. تفضل. اليوم حجة المفوضية، وطبعا راح أنطي رسالة إلى أخوان المفوضية الجديدة، حجة المفوضية السابقة إيش قالوا؟ وقالوا أنه نصيب أو وزن قائمة تحالف بغداد اختل عندما فتحت الصناديق وتم إعادة العدوى الفرزي اليدوي، صار الفرق بين تحالف بغداد وبين قائمة الفتح 6 أصوات. وهذه رسالة إلى أخواننا وإلى ناخبينا أنه لا تستهين بصوت واحد. في صلاح الدين 621 صوت الأخ الشمال العبيدي، ومنافسته 621 قرعة فازت الأخ الشمال العبيدي. إذا رسالة، دير بالك تضيع صوت واحد أخ الناخب، دير بالك تضيع صوت، تقول صوت إيش راح يسوي الكثير. المهم، فكانت الحجة هي حجة أنه اختل التوازن، سحبوا 6 أصوات من تحالف بغداد أو أضيف إلى قائمة الفتح أصوات. المهم أنه صار ميزان قائمة الفتح أكثر من ميزاننا ب6 أصوات فقط، فبالتالي انتقل مقعد محمود القيسي إلى قائمة أخرى. وبعدها وبعد اللي جرى علمت من خلال المفوضية نفسها أن هناك خلل في احتساب الكوتا، فيا محمود اذهب وقدم طعن في زين. المحكمة الاتحادية أو في مجلس القضاء زين. علمود يعاد ترتيب حساب الكوتا. كنا احنا 15 نائب وقعت علينا المظلومية زي. طبعا وطلعنا إلى الإعلام وتكلمنا بصراحة مع كل الجهات ذات العلاقة، وثلاثة، وهذا كان المستغرب، ثلاثة كانوا من زملائنا رجعوا إلى مجلس النواب. واحد حافظ اسمه وهو أخي وزميلي وحبيبي الأستاذ ستار الجابري عن تيار الحكمة في ذي قار، نفس القضية بالضبط أنا وياه، وكنا نمشي. ما جاوبتني على السؤال لأن الوقت ضيق عندي، وبعد عندي البرنامج الانتخابي لازم أناقشه. استبعادك كان سياسي، وشنو اللي يضمن بأن هذا السيناريو ما راح يتكرر وياك؟ وإذا تكرر إيش راح تسوي هالمرة؟ طبعا مرة لا نطلع للإعلام ونسولف بعد إذا يتكرر، بعد ما عدنا غير بس إنه نتكلم مع جمهورنا ونصارحهم زين. ولكن أنا أطمنك وأطمن المشاهد وأطمن جمهوري كذلك أن النظام الجديد، النظام الانتخابي الجديد طيب. والانتخاب بالاسم محمود حسين مطلق القيسي، سابقا ماكو انتخاب بالاسم، كان انتخاب باسم القائمة وباسم الرقم، فبالتالي ممكن لرئيس القائمة أو ممكن أنه تغيير، يعني نوعا ما يصير هناك يعني عملية تدوير الأسماء الفائزة. اليوم ماكو هذا الموضوع، أنا أطمن الشارع اليوم طبعا. وإحنا علمود كذلك المشاهد، إحنا قدمنا دعاوى وقدمنا شكاوى كثيرة يعني في القضاء، وحقيقة لكن الموضوع كان يحتاج إلى 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 تصويت أكثر من 268 نائب، وهذا العدد في مجلس النواب يعرفون الأخوة السياسيين وكذلك المشاهدين، جمع هكذا عدد داخل أو تحت قبة البرلمان هو صعب جدا، ولكن هذا حق كان لجمهور بغداد، كان حق للغزالية وأبو غريب. اليوم إن شاء الله نحن عازمون أن نتقدم بكل قوة في المرحلة المقبلة، ونعوض ما فات أهلنا وجمهورنا وناخبينا، وإن شاء الله سيكون انتخابات أو ستكون انتخابات 2021 هو خط الشروع لتقديم أفضل الخدمة من خلال إقرار القوانين الجيدة التي تنفع المواطن العراقي بشكل عام، ودائرة رقم 13 بشكل خاص. طيب أكو فد مشكلة كبيرة كلش ولابد من مناقشتها سيد محمود، اللي هي الفجوة بين الطبقة السياسية وبين المواطن، أزمة الثقة بين المواطن وبين الطبقة السياسية، أزمة الثقة تحديداً من قبل المواطن بالطبقة السياسية وليس بين عذرا. هذا الشيء يصعب من عملكم أنتم كمرشحين، بالتالي هذا الأمر يدفعني للسؤال الأهم اللي هو شنو اللي موجود بمحمود أو السيد محمود المدير العام في وزارة التربية وما موجود في مرشح آخر عن هذه الدائرة تحديدا؟ ليش أنا راح أنتخب السيد محمود ما أنتخب غير واحد؟ شنو اللي موجود ببرنامج الانتخابي خليني أروح وأنتخبك؟ نعم، اليوم من تنزل للشارع أنت على مود الثقف الجمهور والمواطن، على مود يصير عنده مشاركة سياسية واسعة في انتخابات 2021، يقول لك والله أنا ما أروح للانتخاب، أنا شو استفاديت
من الانتخابات من 2004 إلى اليوم أنا كش ما مستفاد. لذلك هو والفجوة كبيرة ما بين المواطن وما بين العملية السياسية مثل ما تفضلت. نعم. أنا أروح له بشخصية ربما تختلف عن شخصية المرشحين الآخرين وببرنامج سياسي يختلف عن المرشحين الآخرين. عندما أتكلم عن وزارتي أنا وأتكلم عن الملف اللي أنا مستلم اليوم، الحمد لله عندنا إنجاز موجود على أرض الواقع اليوم. شوف أخوي الحبيب، أنا دائما أتكلم مع أخواننا أقول لهم هناك برنامج سياسي وهناك برنامج انتخابي. المشكلة هاي ترى اللي خلت الفجوة كبيرة ما بين المواطن وما بين السياسي. عندما تنتهي الانتخابات السياسي قبل شو يسوي؟ يغلق تليفونه ويغلق ويروح يسكن بالخضراء، فبالتالي يقول لك شفت أنا صعدت زين ويسكن بالخضراء. أما إذا كنت أنت عندك برنامج سياسي واليوم أنت في منصب، سواء كنت مدير عام أو وزير أو حتى في أبسط مكان أنت في الدولة العراقية، وتفتح بابك إلى المواطن وتفتح قلبك قبل ما تفتح بابك إلى المواطن وتستمع همه وشكواه وتجلس معه. شوف والله اليوم يعني المواطن العراقي مواطن بسيط ومحترم، والله ما يتمنى ما من يجيك يراجعك في دائرة ما، ترى ما يطلب من عندك إنجاز بقدر ما يطلب من عندك احترام واهتمام وتشعره أنه أنت جاي يوم لخدمته، ما جاي أنت اليوم تتكبر عليه. لذلك أنا أطلقت شعار في الدائرة مالتي أنه انتخبوا نائبا خادما وليس نائبا سيدا عليكم. ما ممكن اليوم جمهوري اللي هو راح يصعدني في المرحلة المقبلة أكون سيد عليه وأغلق بابي وأغلق هاتفي وأدير وجهي عنه. لا، بالعكس، اليوم الفئة اللي صعدتني إلى مجلس النواب جديرة أنه أحترمها وأن أهتم بها وأقدم لها الاهتمام الخاص وأقعد معاه وأطبطب على كتفه وأقول له أخويا شنو اللي ممكن اليوم ما أقدر، هي خارج الضوابط وخارج الصلاحيات، بس أفهمه لأن المواطن مو ما يفتهم حاشا. اليوم أنت تظن أنه سد بابك وهو راح يعني يعبر عليه هذا الموضوع زي. إطلاقا نقعد معاه ونفهمه. لذلك هذه الروحية اللي آني نزلت بها للشارع اليوم للمواطن، أنه كنت خلال الفترة الماضية قدمت مشاريع. اليوم عندي تفقد جارك مشروع كبير جدا على مدار 4 سنوات، وعلما ودائما أقولها لإخواننا آني، أنا قبل 4 أشهر يلا قررت المشاركة في الانتخابات. زين قبل 2 و3 سنوات ليش فاتح بابك؟ ليش فاتح مكتبك يا محمود؟ المود أبين للمواطن اليوم هناك مشروع سياسي. بلش بالدعاية من وقت سيد محمود. ممكن تتأكد جنابك وممكن ممكن اليوم تتأكد أنت جنابك بنفسك. ادخل إلى الصفحة الرسمية مارتي محمود حسين القيسي وأصعد خلال 4 أشهر راح تجد بوست أنه أنا ما شارك بالانتخابات. مع العلم عندي عشرات الحملات أنا مسويها خلال 4 سنوات أو 3 سنوات الماضية اللي هي بعد الانتخابات وبعد سرقة المقعد الانتخابي مالتي، أنا فاتح بابي ومسوي حملات انتخابية، مسوي حملات إنسانية. لذلك رفع الشعار. وليش غيرت رأيك ورجعت رشح السيد محمود؟ والله ضغط، وهذا ممكن أتمنى تسوي تقصي عن هذا الموضوع وتنزل للشارع، وأنتم شبكة إعلامية محترفة، نزل الشباب إلى الغزالية إلى قضاء أبو ريب وشوف اليوم الشارع الحمد لله شو متمسك بينا وشلون أنه رايدنا. لذلك اليوم القوة اللي إحنا نمتلكها والإصرار الكبير اللي إحنا نمتلكه حقيقة نمتلكه ترى زخمنا من زخم الشارع وزخمنا من زخم المواطن. واثق واثق من الفوز سيد محمود، ترى عندك 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 عقبات صحيح. عندك عقبات كلش كبيره سيد محمود، اكو مال سياسي، اكو ضغوطات سياسيه، اكو استخدام السلطه، اكو سلاح منفلت. نعم، اليوم استاذنا الحبيب، اليوم اذا كان اكو تأييد جماهيري والتأييد الجماهيري موجود زين اسمعك اليوم تفضل. التأييد الجماهيري موجود، اليوم التأييد الجماهيري موجود. نعم. والشارع والمواطن معك، لذلك ابدا ما نخشى احنا اي شيء. اليوم عندنا ثقتنا من ثقه جمهورنا، فلذلك ان شاء الله نحن واثقون، يعني ان شاء الله حتما نحن ان شاء الله نحصل الفائز الاول في الدائره. احنا ما بدنا نشتغل على المدن نفوز رقم 2 أو 3 اطلاقا، ان شاء الله نفوز رقم 1 بالتوفيق بالتوفيق. نعم. نترجم هذا الفوز مالتنا الى كل مواطني دائرة رقم 13 بشكل خاص، وان شاء الله بشكل عام الى كل شعبنا الحبيب اللي يستحق
من يعني أفضل جهد ممكن نقدمه إليه. أتمنى لك الموفقية. المرشح عن تحالف عزم السيد محمود القيسي، كل الموفقية لك بمسيرتك. شكرا لحضورك ويانا. إذن مشاهدينا الكرام، راح نتابع البعض من التفصيلات حول المدة اللي هي 25 يوم على طبعا الانتخابات. يطلق العراق أهم انتخابات نيابية بعد العام 2003. انتخابات يأمل الكثير من المواطنين العراقيين بأنه تكون مختلفة مغايرة للانتخابات الماضية اللي تدفع بالتالي نحو التغيير. طبعا ساحات الاحتجاجات طالبت بوطن خالي من المحاصصة وأيضا من الفساد والفاسدين. في الأثناء أطلقت فعاليات شعبية تحذيرات عديدة من خطورة مقاطعة الانتخابات، أكدت ضرورة المشاركة الفاعلة كونها الحل الوحيد للتصحيح في ظل ما تعيش البلاد من أزمات اقتصادية وأيضا صحية. أكدت أيضا أوساط مدنية أن خيار المقاطعة راح يمكن الفاسدين مجددا من الدولة العراقية، ما ينذر بتحول العراق إلى إقطاعيات حزبية. هذه الإقطاعيات تستأثر بالمناصب. في السياق تحدثت مفوضية الانتخابات عن توزيع أكثر من 14 مليون بطاقة انتخابية من أصل 17 مليون بطاقة، وهو رقم يشير بوضوح إلى احتمالية تحول الاستحقاق الانتخابي المقبل إلى كرنفال للتغيير وللتصحيح. وتؤكد تقارير محلية ارتفاع توقعات المشاركة الفاعلة بالانتخابات، سيما بعد تأكيد المجتمع الدولي إصراره على عدم إعطاء الشرعية للانتخابات إذا ما شهدت حالات تلاعب بالأصوات. الآن مباشرة نرحب بضيفنا الباحث في الشأن السياسي الدكتور رمضان البدران. حياك الله، مرحبا بك سيد رمضان في برنامج مرشحون. وخليني أبدأ معك بالسؤال، إلى أي مدى تعتقد حضرتك بأنه المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة راح تحد من التزوير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك وعود وهناك آليات كثيرة تحاول أن تعتقد الناس والمرشحين بأن حالة التزوير ستكون أقل في هذه الانتخابات، ولكن طبعا سيبقى الأمر مرهون بمدى رقابة الصندوق والمحطات والمراكز، وهذه المسألة لا يمكن التأويل على أي جهة تستطيع ضبطها ما لم يحصل هناك مراقبة مباشرة من الكيانات نفسها، بما يساعد على أن تكون هذه الكيانات تراقب بعضها البعض، لأن هذا ما سيحد من أجل أن يخلق توازن في الوصول إلى المرشحين الفائزين من كل دائرة. الدوائر صغيرة هذه المرة وهي قريبة للدوائر المحلية، ويفترض أن المرشحين أيضا من أبناء المناطق لديهم شبكة من العلاقات تراقب أصواتهم وتراقب ما يحصلون عليه في الصناديق. هذا كله ممكن أن يجري في المحطات والمراكز، وتبقى المراكز يحصل الاقتراع والعد والفرز، ولكن يبقى الانتخاب في داخل أروقة المفوضية وهذه المنطقة الضبابية التي طالما يعني أشر على غياب الوضوح في هذه المرحلة، وهي المرحلة الأهم لفرز الفائز من الخاسر من بين المرشحين. طيب، تعتقد بأنه الانتخابات المقبلة راح تشكل خطوة نحو الانطلاق للتغيير، له هذا مستبعد في ظل المعطيات اللي موجودة؟ مؤكد مستبعد هذا الأمر لسبب واحد، أنه نحن لازلنا نسير على العرف السياسي مبني على توافق رؤساء كتل وأحزاب، مبني على أساس زعماء عناوين سياسية يعرضون على الناس مرشحين، والناس تفرز لهم الصالح من الطالح، وبالتالي من يفرزه الناس سيعود من جديد إلى رئيس كتلته ليضعه في البرلمان. هذه أول إشكالية. إذن النائب الذي بين أيدينا سيجلس على مقعد هو حق لـ 100 ألف نسمة،
لا يعرف من هم المئة ألف نسمة ولا هم يعرفونه، ولا يستطيع حصرهم والتواصل معهم لأربع سنوات ولا يستطيعون معرفته. فأول موضوع هو بقاء الفاصلة بين المرشح الفائز الذي سيكون عضو في البرلمان وبين المئة ألف أصحاب المقعد. هذه أول إشكالية. الإشكالية الثانية أنها مع رؤساتهم وكتلهم لتمرير التشريعات التي يتوافق عليها رؤساء الكتل. القضية الثالثة أن الحكومة التنفيذية التي ستتشكل سوف لن تتشكل من كتلة برلمانية أكبر ناتجة من التصويت داخل البرلمان من قبل هؤلاء الأعضاء، بل سيتم التوافق على مرشح معين ويتم طرح هذا المرشح في داخل البرلمان، والنائب بلا إرادة سوف يصوت عليه وسوف يكون هذا المرشح في الحقيقة هو فقط للبرلمان والنائب منطقة عبور لهذا الرئيس الحكومة الجديد وليس. سيد رمضان، ما تعتقد بهاي النقاط اللي بدها تتحدث عنها كلها كانت من الماضي أصبحت اليوم من الماضي، كانت تمارس سابقا، اليوم الوضع متغير؟ إذا ما سمحت لي أكمل السؤال، يعني اليوم إحنا أمام غضب عارم، أمام مراقبة دولية أحكمت قبضتها على الانتخابات، تحدثت بكل صراحة بأنه التقرير اللي راح يرفع عن هذه الانتخابات، بالتالي غوتيريش تحديدا بذاته راح يرفع لمجلس الأمن. مجلس الأمن هو من يحدد يعطي الشرعية للانتخابات أم لا. هذه ما تشوفها عوامل راح تدفع الفاعل السياسي اللي حضرتك ده تتحدث عنه إلى أن يغير سلوكيات على أقل تقدير فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة؟ أولا علينا أن نفرز بين موضوعين. نعم. الانتخابات والتزوير في الانتخابات هذا موضوع يخص العملية الانتخابية، وما تفضلت به من عناصر الرقابة هي تساعد على يعني ربما تحسين الأداء في العملية الانتخابية. ولكن هناك موضوع سألت عليه، هل ستتسبب هذه الانتخابات في تغيير؟ أقول لا، من المستبعد أن يكون التغيير، لأن النائب الذي سيجلس على البرلمان هو لا يمثل في النهاية لا يمثل وظيفة تمثيل المئة ألف، هو سيمثل إرادة رئيس. ثانيا، سياق تشكيل الحكومة القادم أيضا سيكون بالتوافق بين رؤساء الكتل والأحزاب، وسيمرر المرشح بناء على هذا التوافق. وسوف تخبر المحكمة الاتحادية ورئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية بالمرشح الذي يتوافق عليه رؤساء الكتل والأحزاب، وهذا مخالف للدستور. طيب. الدستور يفترض أن هذا الشخص المرشح الأول الذي يكلفه رئيس الجمهورية يأتي من مجلس الاتحاد ويرسله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، ومجلس النواب بإرادة فردية وبتصويت سري حر كامل يصوت عليه بمنحه الشرعية أم لا. هذا هو السياق الدستوري، هذا لن يتبع، وبالتالي ماذا سينتج لدينا؟ باختصار، سينتج نعم، لدينا حكومة وكابينة وزارية نتيجة التوافق. نعم، أشكرك جزيل الشكر، سعيدين بانضمامك معنا الباحث في الشؤون السياسي السيد رمضان البدران، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مرشحين، نلتقيكم الأسبوع المقبل يوم الأحد في حلقة جديدة، مرشحين جدد، ملفات جديدة أيضا، إلى اللقاء.